أكد وزير الخارجية سامح شكري أن استمرار مصر في دورها للتواصل مع جميع الأطراف بشأن قضية المحتجزين. وأشار شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون إلى أن قضية المحتجزين مهمة، لكنها لا تبرر التصعيد والعنف في غزة. قضية الرهائن قضية مهمة، قضية نعمل ونجحنا خلال فترة الهدنة بأن يتم الإفراج عن عدد من الرهائن. نقدر حساسية الأمر ونقدر أيضا ارتباط ذلك بمصالح المدنيين في غزة، فالأمور متشابكة وقدرتنا على التواصل سواء مع حماس، مع إسرائيل، مع التنسيق مع شركائنا العرب والدوليين نستمر في نطلع بهذا الدور لأهميته، لأنه مكون بالتأكيد في هذه الأزمة يجب التعامل معه، ولكن هو مكون ضمن مكونات كثيرة أخرى. وهنا ربما أشير إلى أنه الأحداث في 7 أكتوبر هي ليست بداية هذا الصراع، هناك حالة احتلال قائمة معترف بها دوليا لأراضي فلسطينية منذ 67، وبالتالي هناك حالة احتلال، هناك دولة تحتل أراضي دولة أخرى. فهنا ربما المقارنات التي تطلق أيضا إلى حد كبير في محلها.